تنصح بتمارين الحديد قبل الفطور برمضان على طاقتك وقوتك؟ إذا أنت فيك طاقة وقوة وتتحمل العطش وعدم شرب السوائل وأنك بتكون بشكل جيد وأدائك بيكون بشكل جيد، كان بها. إذا لا، تمرن أي وقت ثاني. فبالتالي الموضوع كله يعتمد عليك أنت. ما في وقت مثالي للتمرين في رمضان، لا هو عن الحديد يعني، ما في وقت قبل عقب الساعة الفلانية الفترة الفلانية عقب الوجبة الفلانية، ما يفرق. الفكرة كلها على أدائك وطاقتك وقوتك وتحملك، وهذه الأمور هي الشيء الوحيد اللي يعطيك الإي أو لا. الكرياتين بما أنه تراكمي، هل مع تمارين المقاومة الجسم يفقده بسرعة عشان كذا نحن نأخذه بشكل يومي؟ هو طبعا مع التمارين جسمك يستنفذ الكرياتين بشكل أكثر، بالتالي أنت تأخذ 5 جرامات بشكل يومي يتراكم، الجسم ما يملي أنه يكسره كله، بالعكس يتراكم ويزيل. بالتالي نعم هو تأخذ هذه الكمية حق شغلتين، أولا تعوض اللي نقص، وثانيا تزيد على الكمية اللي عندك في جسمك، بالتالي يكون عندك تشبع من الكرياتين، بالتالي يعطيك الأداء والطاقة اللي تحتاجها. نسبة الدهون عندي 24 وعندي ضعف بالعضلات، ينصحني أضخم ولا أنشف؟ 24 تعتبر نسبة عالية وليست قليلة، في المتوسط. ولكن إذا أنا في مكانك راح أنشف أول، راح أفتك من هذه نسبة الدهون هذه، أقللها تنزل على 20، بعد ذلك ممكن أفكر بالتضخيم. كل ما كانت بيئة جسمك أقل بالدهون، كل ما كان تضخيمك أفضل صراحة. بالتالي نزل نسبة الدهون هذه ثم أضخم، ولكن هذا لا يعني أنك ما تقدر تضخم الآن، تقدر، ولكن بالنسبة لي هذه أفضلية في وضعك الحالي. كيف أحل مشكلة نزول معدل الحرق بعد تقليل السعرات لفترة طويلة؟ جسمك ما ينزل معدل الحرق، ولا تتوقعون جسمك فعليا بتنزل أو بينزل معدل الحرق عندك، أبدا لا. اللي قاعد يصير هو تراكم الإجهاد اللي صار على جسمك، تراكم الإجهاد بسبب فترة طويلة من النظام الغذاء اللي تماشي عليه، الإجهاد من التمرين، وهذه الأمور كلها تعطي إجهاد على الجسم. ممكن أحيانا يصير تأثير على الغدد الدرقية، ولكن هذا التأثير مو وايد عود أنه فعليا يأثر على معدل الحرق وينزل وايد، مو بهذه الطريقة. فاللي فعلا قاعد يصير هو تراكم إجهاد على جسمك أنت. اللي تقدر تسوي تأخذ بريك، دايت بريك، تريح، تدخل فترة تضخيم، فهذا الشيء هو راح يساعد جسمك أنه يرجع بشكل طبيعي. ترى جسمنا مو نفس الأجهزة، الجهاز اخترب، الجهاز اشتغل، لا جسمك يتكيف على كل شيء. انت ضخمت راح يكبر، راح معدل يكون جيد، اتنشف جسمك راح ينشف، ومع الوقت ممكن يصير تراكم اجهاد. مجرد تغير فقط بيئه اللي قاعد تسويه جسمك راح يتكيف مباشره، ما في شيء اسمه اخترب معدل الحرق او نزل معدل الحرق، هذا الامر ما يصير. الحل سرعه القذف اكرمكم الله، علما البرولاكتين والاستروجين والتست نتيجتهم سليمه 100%. ما له علاقه سرعه القذف، ما له علاقه بالهرمونات في جسمك، ما له علاقه بالتست تستوستيرون ولا استراديول ولا برولاكتين ولا شيء، لها علاقة بشغلتين ثنتين. أولا شو نسمي هذه، خلينا نقول قدرتك العقلية على التحكم في ذلك، العامل النفسي في ذلك، وثانيا العضلة الضامة الموجودة خلف العضو الذكري. أولا هذه كلها يعتمد على تفكيرك أثناء الأمر اللي قاعد تسويه، وطريقة شلون تقدر تتحكم في نفسك، شلون تسيطر على هذا الامر، توقف، تواصل، هذه الامور كلها تعتمد على قدرتك على السيطره في ذلك. اثنين، الشغله الثانيه، العضله هذه لها تمارين خاصه اسمها كيجل اكسرسايزز، ذكرناها من قبل، تمارين اسمها الكيجل، تقوي هذه العضله اللي صارت في الحوض، بالتالي تستطيع السيطره بشكل اكثر على هذا الجانب. ف على محورنا الاثنين، المحور الاول العضله اللي قلناها عضله الكيجل، او عندها اسم اخر مو اسمها كيجل بس التمارين اسمها كيجل اكسرسايز، اما المحور الثاني محور قدرتك الذهنيه وسيطرتك على هذا الجانب. للامانه بعد تشجيعك ادخلت ولدي معاي في هوايه الدراجات، وكذلك سجلته في الجوجيتسو، ما شاء الله تبارك الله، وجد تاثير كبير في تغير شخصيته، وابعدته عن التلفزيون والايباد، ما شاء الله تبارك الله، الله كفو عليك. يا ريت كل الاباء، يا ريت كل الاباء يقتدون في اخوي محمد، أنا فعليا هذا الأمر مو فقط راح ينعكس عليه الآن هو صغير، ولكن راح ينعكس عليه حتى لين كبر وصار في عمرك أنت، راح يشوف أن هذا الأمر يستمر معاه ويغير في شخصيته ويسقله في جوانب عديدة من الحياة. الله يبارك فيك وفي ولدك يا رب. أنا أقعد من النوم دائما حسران، لدرجة كل 5 ساعات فيهم 4 مرات مو قادر أنام، علما بأني قاطع سكريات وايد، الدكاترة رجعتهم ماكو حل، جزاك الله خير. السكريات ما لها علاقة، قد يكون عندك شرب سوائل بشكل كبير. طبعا احيانا يقول لك الشخص اذا وارد الحمام ممكن يكون احد اعراض السكري،
بس دامك راجع الاطباء ما في مشكله الحمد لله، نقدر نقول ما شاء الله ما عندك مشكله سكري او مقبل على ذلك، فبالتالي راجع شنو قاعد تسوي من السوائل، شرب السوائل، هل قاعد تشرب ماي وايد؟ هل قاعد تشرب ماي قريب من وقت النوم؟ حاول تبتعد عن الماي تماما قبل وقت النوم بساعه ساعتين في هذا الوقت، بالتالي ما ياثر فيك يوم تنام. فممكن يكون هذا احد الاسباب، ممكن في اسباب اخرى لا تخفى علي حاليا، ولكن انا اشوف اقرب سبب انك تشرب سوائل قريب من وقت النوم او قاعد تكثر سوائل وايد خلال فتره الليل قبل تنام، بالتالي قل من ذلك، ابعد وقت النوم عن شرب السوائل وان شاء الله خير. شلون استغل رمضان حق التنشيف؟ وما ادري اذا ياثر او لا، بس انا دوام شفتات، ان شاء الله دوامك شفتات ما ياثر دامك راح تلتزم بكميه الاكل اليوميه وتمرينك. رمضان هل فيه او في فائده اكبر من باقي الاشهر في السنه عشان تنشف؟ بامانه ما يفرق في النهايه، انت عندك كميه اكل معينه وراح تاكلها، بتاكلها من عقب الفطور وقت السحور، هذه الكميه كانت قليله وزنك راح ينزل، اذا كانت عاليه راح وزنك يزيد، في ناس حتى في رمضان وزنهم يزيد وايد يزيد بعد، لان ياكلون وايد يخربطون ياكلون، الفكره مو في رمضان. في ناس يمتنون في رمضان، فهل رمضان فعلا فرصه ذهبيه او فرصه افضل للتنشيف؟ لا ارى ذلك. الفكره كلها انك عندك ساعات اقل للطعام، بالتالي اذا انت فعليا تستطيع سيطرة على نفسك وتاكل كمية قليلة في هذه الساعات، بالتأكيد راح يكون وقت زين انك تسيطر على نفسك وتحصل نتيجة جيدة، فبالتالي رمضان مو هو السبب، ولكن السبب الرئيسي انك راح تاكل كمية اقل بغض النظر في كم ساعة، مثل ما قلت لك في ناس وزنهم يزيد في رمضان، بالتالي انت الا عليك سوي الاساسيات فقط في رمضان، قل كمية اكلك، تناول كمية بروتين جيدة في اثناء وقت الافطار، وبعد ذلك تمرن تمارين المناسبه، تمارين مقاومه، تمارين كارديو، وش راح تشوف نتيجه في النهايه. فالموضوع كله في هذه النقطتين اساسيات، تغذيتك وتمرينك بغض النظر اي شهر، رمضان او غير رمضان. هل الجلوكوفاج ينزل السكر للشخص الطبيعي؟ ممكن نعم، بس خليني اشرح لك في البدايه شنو السر بالضبط. تاخذ الجلوكوفاج، هو طبعا اسم العلمي الميتفورمين، دواء يعطى للاشخاص عندهم سكر النوع الثاني. شو يسوي بالضبط؟ طبعا الجلوكوفاج او الميتفورمين يقوم بتفعيل انزيم في الجسم، ينشط انزيم في الجسم اسمه AMPK، هو الادينوسين مونوفوسفيت اكتيفيتد بروتين كاينيز. هذا الانزيم يقوم بتفعيل وتحسين حساسيه الانسولين عن طريق تحسين المستقبلات الموجوده في الخلايا، وايضا يقلل من انتاج السكر الكبدي من الكبد. فهذه الامور كلها مع بعض تحسن من استقبال الانسولين في الخلايا، بالتالي الانسولين يلتصق بشكل افضل في الخليه، بالتالي يرفع او يسحب اللي هي النواقل الجلوكوزيه، فيسحب جلوكوز اكثر الى الخلايا فينزل مستوى السكر في الدم. فهذا طبعا للشخص اللي عنده مرض السكري. زين، حق مرض السكر نوع ثاني، زين الشخص الطبيعي هل هالامر يصير؟ نعم يصير، ولكن ما ينزل لمرحله انه يصير عنده هايبوكلاسيميا او انخفاض عالي في سكر الدم، لان اساسا جسمه يشتغل بشكل طبيعي، الانسولين بشكل طبيعي، المستقبلات موجوده بشكل طبيعي، كل شيء يصير بشكل طبيعي. فحتى لو اخذ ميتفورمين هذا لا يعني انه راح يصير عنده انخفاض كبير في سكر الدم، مشكله يسبب عنده مشكله، ولكن هل ينزل مستوى السكر كم مرتفع؟ نعم، لانه يحسن حساسيه الانسولين ويسحب سكر بشكل افضل الى داخل الخلايا. حبيت اسالك، البرجموت في اليوم 1000 ملغ متى ياخذ؟ على بطن فاضي ولا بعد وجبه؟ اكلها بعد وجبه، ما عندك اشكاليه، امور طيبه ان شاء الله. امس شفتك بالعدليه ومن كثر ما اشوفك هنا حسيت حسيت بحلم من صدمه، ما سلمت عليك اقول هنا هذا بدبي شلون هنا جاي؟ موجود موجود، اي والله امس بالعدليه، يا مرحبا بك، اي وقت احد يشوفني يسلم علي الربع، يا مرحبا بالجميع. شلون اعرف وش تماريني بدون مدرب؟ هل في شيء يساعدني؟ طبعا انك تتعلم تتثقف، هذا الشيء الوحيد، ما في اي شيء ثاني راح يخليك تعرف. لذلك قلت لكم اخذوا دوره الدليل الشامل لتمارين البناء العضلي، افضل دوره ممكن تشوفها وتتعلم منها، موجوده باللغه العربيه، في اي مكان راح تبحث ما راح تشوف نفس المعلومات بهذا الدقه، بهذا التركيز، بهذه البساطه والطريقه السلسه لايصال المعلومه. اخذ الدوره الان، هذا الرابط يا شباب، لا تضيعوا وقتكم وتتخبطون يمين ويسار، دوره واحده تغنيك عن سنوات القدام، راح تتعلم كل شيء عن موضوع التمرين وشون تحسب تمرينك وشون كذا وغيره، كل الامور موجوده. هل في طريقه نقلل فيها الليبيد بدون ما نقلل التستوستيرون؟ العزابيه المقتربين في خطر كبير. الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم، يعني لا توجد طريقه صراحه، الطريقه الوحيده هي الصبر. الصبر ومجاهده النفس، والله لا توجد طريقه اخرى. لا توجد طريقه غير الصبر ومجاهده النفس. اما في طريقه علميه انك بدون ما تقلل التستوستيرون
قل عندك رغبة جنسية، عليك بتجيب مجاهرة النفس فقط. متى بتسوي خصم 50%؟ يوم الخميس، يوم الخميس بإذن الله، الخميس هذا القادم تاريخ 29 بيكون لمدة يوم واحد خصم 50% على كل الدورات بإذن الله تعالى. ينفع كرياتين وقت التنشيف، هو أصلا أهم في وقت التنشيف من وقت التضخيم. وقت التضخيم أنت فيك طاقة عالية، فيك قوة، أكلك عالي، التنشيف اللي هي طاقتك أقل، بالتالي تحتاج شيء يزيد قوتك، يزيد إنتاج الطاقة في عضلاتك حق ترفع أوزان بشكل أفضل. فأصلا كرياتين أولى وأهم في وقت التنشيف عن وقت التضخيم. من فين الواحد يتعلم عن عالم الظلام، كتب، أشخاص، أي شيء؟ راح أقول لكم إن شاء الله قريب، راح أعطيكم أفضل مصادر إنك تتعلم منها بإذن الله، بس هذا رتبها لكم بشكل طيب وأقول لكم شنو أفضل شيء تسوون حق تتعلمون من أفضل مكان وأفضل معلومات وأضمن معلومات إن شاء الله قريب. هل إذا لبست ستروبس وأنا أتمرن راح تضعف عندي عضلة السواعد؟ ستروبس، الاسم ذي مر علي يا جماعة، ستروبس شنو ستروبس؟ هذا اللي نحط في الكوع ذي اللي يضغط؟ لا ما له علاقة، عادي يعني، هذا إذا فهمت صح. أنا ممكن تكلمنا عن الدايت في رمضان؟ شباب رمضان ما في فرق بينه وبين أي وقت ثاني في السنة، اللي بس قاعد يفرق أن وقت أو ساعات الأكل أقل بس. لا تعملون رمضان أنه شلون أتمرن، شلون أكل، شلون أنام، شلون أموت، شلون أحيا. رمضان حالة من حال أي شهر من موضوع الرياضة والتغذية. أنت اللي بيفرق بس أن عندك ساعات أقل وانت تقدر تأكل، عندك ساعات طويلة صايم، معناته ما عندك ترطيب جيد، طاقتك تكون أنزل، بالتالي راح تعوض ذي كله في الفترة القادمة لأن في فترة الإفطار. بالتالي ما في شيء يفرق غير أنك راح تغير كل شيء كتوقيت. أنا أتكلم فقط في سياق اللي واحد يبي يبني عضل ويخسر دون غيره، فهذا اللي يفرق فقط. لا تعملون رمضان كأنه شهر فضائي يعني، ترى ما راح يفرق غير التوقيت فقط يا شباب، حطوا بالكم يعني. هل فعلا هناك دهون صحية ودهون غير صحية، ولا بالأخير هي دهون فقط؟ أقصد نفس المصير الكارب واستقرار الجسم. لا يفرق. طبعا إذا تكلم عن الكارب إذا تكلم عن السكر بالذات، الجلوكوز واحد، جلوكوز C6H12O6 هذا صيغته. الدهون تختلف، في دهون مشبعة، دهون غير مشبعة، دهون متحولة، كل واحد فيهم صيغته الكيميائية تختلف، واختلاف هذه الصيغة الكيميائية يختلف مصيره في الجسم وتعامل الجسم معه. فهناك بعض الدهون تسبب مشاكل صحية مثل الدهون المهدرجة المتحولة بسبب إما تحولت عن طريق قلي أو ضغط. لذلك الأكلات المقلية ليش خطيرة؟ مو نقول خطيرة، لكن ليش غير صحية؟ لأن إذا كثرت منها واستمرت فترة طويلة، الدهون المهدرجة هذه أو متحولة إذا كانت كميتها عالية مع الوقت أحسب المشاكل الصحية، وقد تكون مشاكل غير جيدة لصحتك أبدا. بالتالي نعم يختلف، إذا أنا أخذت دهون من الأوميجا 3 صيغتها الكيميائية تختلف تماما، فشلون جسمي قاعد أشوفها وشلون جسمي يتعامل معها يختلف تماما. فنعم الدهون كشكل واحد ولكن كصيغة تختلف. أما الجلوكوز، السكر هذا الجلوكوز صيغته واحدة. طبعا هناك أنواع مختلفة من الجلوكوز، من السكر فروكتوز جلوكوز غير، ولكن نتكلم عن جلوكوز. جلوكوز خذيته أنت من السكر من شوكولات، هذا الجلوكوز من رز، هذا الجلوكوز من خضرة، الجلوكوز الجلوكوز. ولكن شو الأمور الثانية اللي معاه؟ إن اللي يفرق، ولكن الدهون الأمر يختلف تماما. متلازمة الفايبروماليجيا، والله سمعت عنها يعني، مو اختصاصي صراحة، لأنها لها أسباب طبية، ممكن تكون أسباب جينية، ممكن تكون سبب إجهاد وتراكم إجهاد عالي، ما عندي فكرة صراحة، لا أستطيع الفتي في ما لا أفقه فيه. الجاكوزي البارد يوميا بعد الحديد مضر؟ هل يقلل بناء عضلي؟ يوميا يعتمد إيش كثر يعني، بتملى دقيقة دقيقتين عادي، بتملى 15 دقيقة ممكن يأثر، عرفت؟ بس يوميا ليش أصلا يعني؟ شنو تستفيد يوميا بتسوي ماي بارد؟ ممكن يأثر في البناء العضلي؟ ممكن، ولكن كانت فترة طويلة. أنا في اعتقادي مع اطلاع على الأبحاث العلمية، لا أعتقد الأبحاث العلمية تعطيني الأكيد على أرض الواقع. ممكن أنا كل يوم أدخل ماي بارد، ولكن أدخل فترة بسيطة ما تأثر فيني، أنا عضلات كبيرة جدا، أخذ استيرويد ما راح تفرق، واحد كتكوت ضعيف يا الله يا ابني جسمه يا الله يا ابني ويدش كل يوم ممكن يأثر. فالموضوع وايد يحتمل على السياق. ففي رأيي أولا ما في ضرورة واحد يدخل كل يوم، حتى لو دخلت لا تكثر يعني، كم بتدخل دقيقه دقيقتين ثلاث اوكي لا باس، بس تكثر 10 دقائق ربع ساعه هني نقول ممكن تكون هناك تاثير على الاشارات للعضلات. في وحده عارفه انحفت تقريبا 40 كيلو في 10 شهور وكان نظامها حرمان وكلها قليل جدا، وبعدها مرضت نفسيا وجاها اكتئاب حاد، هل لها علاقه بالحرمان؟ ما اعرف، اكيد ما نقدر نربط
الامراض النفسيه والاكتئاب مو بالضروره يكون سبب الاكل، هل ممكن يكون هو احد الاسباب؟ ممكن يكون احد الاسباب لانه في تراكمات صارت وضغط نفسي وايد عالي ممكن يصير، ولكن انا احرم نفسي يصيرني اكتئاب؟ لا اعلم صراحه، لا استطيع الفتي فيما لا افقه فيه. ممكن طريقة عمل الميتفورمين وهل ممكن يسبب مرض السكر الشخص المتعافي؟ جاوبت عليه قبل شوي، بس هل يسبب مرض السكر الشخص المتعافي؟ لا لا لا، ما يسبب مرض السكر الشخص المتعافي لا. كيف حساب السعرات في رمضان؟ السحور مع الفطور لنفس اليوم أم فطور اليوم وسحور بكرة؟ إيش أسهل للتنشيف؟ ما تفرق يا ريال، الجسم ما عاد مع الجسم ما بيفهم في السوالف. طافت 24 ساعة يقول لك أوه طافت 24 ساعة لازم أسوي ريستارت. لا عادي ما تفرق يا رجل، فكل واحد أنت في النهاية فكر فيها الكمية اللي راح تاكلها في ال 24 ساعة، تاكلها في الأسبوع وتقسمها مدار الأسبوع، ما تفرق في النهاية، الفكرة في ال 24 ساعة كلها. ال 24 ساعة حسبتها من مثلا أنا بحسبها من اليوم في الليل لبكرة في الليل، بحسبها من الصبح لبكرة الصبح، بحسبها من الظهر للظهر، ما راح تفرق، مو مهم هذا الأمر. مثلا اليوم أنا مثلا كليت أنا احتياجي 2000، كليت يوم ال 1000، كليت 1000، بقيت 1000 ثانية. وين أحط هال 1000 الثانية؟ لا وانا احط الالف الثاني ممكن اقسمها على باقي الايام، ما راح تفرق في النهايه. انا لازم ان في النهايه الكميه هذا مطلوب مني اخلص على عمل الاسبوع او الفتره القادمه هذه كلها. فلا تفكر فيها في السياق هذا، فكر فيها انك راح تكملها وخلاص. بيون يوزر، اذا في شخص خذ تستوستيرون، جرعه تستوستيرون للعلاج تي ار تي لفتره معينه وبعدين في المستقبل حاب انه يوقف، هل جسمه بيقدر ينتج تستوستيرون طبيعي مره ثانيه؟ نعم نعم، اذا ما عندش مشكله صحيه اساسا قبل الله يبتلي التي ار تي، ما عنده مشكله اساسا وكان جسمه ينتج طبيعي عادي ينتج طبيعي مره ثانيه، ما في اشكاليه ان شاء الله. انا طولي كويس لكن نحيف، لما ابغي ابني يعني جسم مرتب هل حياخذ مني مجهود وفتره كثير؟ لن تستطيع معرفه الجواب ما لم تقوم بتجربه، لا تستطيع معرفة الجواب ما لم تقوم بتجربة، لذلك لابد أن تبدأ الآن وتستمر حتى تصل إلى الجواب. ما في أحد راح يستطيع أن يعطيك الجواب هذه، أن هذا الأمر يعتمد على جسمك أنت وردة فعل جسمك. إن لم تقوم بتجربة لن تكون عندك الجواب لمعرفة جسمك وقدراته البدنية، لذلك ابدأ الآن وشوف شو يصير معك. إذا كانت جيناتي زبالة حشاكم، برأيك إنه أخذ تي آر تي يعني تستوستيرون جرعات صغيرة راح يحسن من استجابة جسمي بالحرق؟ لا مو بالضرورة، مو بالضرورة، موضوع الحرق بالذات مو بالضرورة التستوستيرون يحسنه. لا، هل عندك أي كود خصم حق الكورسات في موقع الأكاديمية للتغذية؟ نعم، إذا تبي كود حاليا في شغال أكاهو أبو سعد يعطيك 25% خصم على الدورات 25%، هذا هو. ألاحظ لون البول بعد التمرين أصفر داكن، ليش؟ قلت الماي، قلت السوائل، إذا السوائل قلت راح يكون لونه أغمج، فهذه أحد الأسباب ليش بعد المجهود يكون لونه غامج، لذلك لازم ترطب جسمك بشرب سوائل بعد التمرين عشان يرجع طبيعي الوضع. هل قلة الترطيب أو بالأصح الجفاف مع نقص البروتين قد يؤدي إلى حالات إغماء لو مارس مجهود عالي جدا في الترطيب؟ نعم نعم أكيد، الترطيب يخليك تصير آدمي عفوا الجفاف خليك تصير آدمي آخر، قد تصل وحنك تطيح يعني تسقط في الأرض، فنعم ممكن. نبي حلقة عن الصلابة الذهنية، بالتأكيد مجهز لكم إن شاء الله حلقة قوية عن الصلابة الذهنية نتكلم فيها بإذن الله، والطرق والشون تصير صلابتك أفضل وتفكيرك تصير تحسن، طبعا هذه كلها مجرد أدوات بس لازم تطبق على أرض الواقع. هل في أضرار من تناول الكرياتين على معدة فاضية؟ أضرار لا، ولكن البعض اللي خذها على معدة فاضية يضايق بطنه يسبب له آلام في البطن، ولكن هل في اضرار؟ لا عادي. في رمضان انقح حجم التمرين يعني اتمرن يومين واريح يوم او نفس اي شهر؟ نفس اي شهر ما لم يكن عندك تراكم اجهاد عالي، طاقتك صارت وايد نازله، تعب عالي سامحها. في هذه الحاله تقلل حجم تمرينك شوي، تقلله اذا وصلت مرحله ما تقدر تواكب الامر بسبب قله ترطيب، تعب، عدم النوم. ولكن هو نفس اي شهر لازم تحافظ على نفس المجهود اللي تسويه قبل، اذا تستطيع تحافظ عليه لا تقلل شيء. هل عندك اي مشكله لو خليت 80% من احتياجي من نزل العود؟ ما في اشكاليه من ناحيه بروتين وكربو دهون، بالعكس ما في اي خلل، بس اهم شيء تحافظ على الالياف في تغذيتك حق جهازك الهضمي يكون جيد، فيتامينات معادنه تكون مدخلها ايضا مصادر اخرى، بس غير ذلك عادي.
هل فعلا بذور الشيا تقلل التستوستيرون في الجسم؟ ما في اي طعام في العالم يقلل التستوستيرون ولا شيء، ما عليكم من اي كلام تسمعونه، ابدا لا يوجد اي طعام يقلل التستوستيرون عند الرجل. نقطة هذا السطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا العب لكل عضلة 3 جولات، هل اذا خليتهم 4 او 5 بتزيد العضلة؟ مو شرط، ممكن اي ممكن لا. يعني مثلا اذا انت شخص عضلتك مو راضي تكبر، قاعد اسوي كل شيء صح، ها ركز معاك، كل شيء صح، امورك طيبه، بس تحتاج انك ترفع حجم التمرين، هني نعم ممكن اذا رفعت حجم التمرين تزيد عدد الجولات فعليا بتشوف في تطور في العضله. ولكن اذا اوريدي قاعد تتطور وامورها طيبه ماشيه بشكل صحيح، مو بالضروره اذا زدت الحجم راح يكون في تحسن في ذلك. على حسب ايش كثر قاعد تلعب انت، يعني كم جوله العضله قاعد تلعب في الاسبوع؟ 15 20 في الغالب ما راح تحتاج اكثر من ذلك، يعني الا تشوف اذا تمرينك قوي قوي ما تحتاج، في الغالب ما راح تحتاج اكثر من 15 20، الا اذا مثلا انت واحد دخل ستيرويد هرمونات والله جينات خرافيه، عادي تروح حتى فوق ال 20 توصل 30 جوله في الاسبوع ما راح تفرق، امورك طيبه. فهذا كله يعتمد على وضعك. صيام الماء لمده طويله 10 ايام 20 يوم وش رايك في مساعد؟ لا لا يا شباب وش لكم؟ ليش يعني؟ ما في ضروره صراحه من ذلك. اذا انت حاب انه فعل، شنو الهدف؟ بفهم شنو الهدف من، لازم تعرف تسال روحك شنو الهدف منه؟ امر صحي؟ زين، بينما تشرب بس ماي، ليش ما تاكل اكل كله صحي؟ ليش ما تاكل اكل كله صحي؟ زين يلا نفرض، يلا انا بمشي معاك بنفس الموضوع، ليش ما تاكل بنباتي؟ نباتي فيجن، على الاقل خضروات، فواكه، فيتامينات معادل، الالياف، بس ماي؟ جسمك يحتاج اكل 10 ايام 20 يوم وايد حرام. لنفرض مو صحي، هدفك نزول وزن، ما له اي علاقه، هنا اقول لك كلش ما له شغل. اذا فعلا هدفك صحي، عفوا جسمك ينزل وزنك ينزل، قلل اكلك بس، قلل اكلك بس. فانا شخصيا لا ارى في هذا الموضوع انه امر خارق، اذا فعليا تبي صحتك اقلب فيجن، قلل كميه الاكل، شكرا جزيلا. هذا قاعد اقول لك، يعني انا قاعد امشي مع الموضوع، مع انه تقدر تكون صحي حتى لو تاكل وايد اشياء غير، هتاكل لحوم وتخربط وذي، هم يقدر يكون صحي بتقليل وتحسين الكميات. فلا يا جماعه اترك عليكم صيام الماء، صيام المحمر، ما اسوي لكم شيء. الجينكو بلوبا هل جيد لتركيز المخ؟ والله هو يعطى للكبار في السن، الابحاث العلميه موجوده عليه، يعطى لكبار السن عشان ما عشان يحسن الذاكره عندهم. زين، هل هالامر ممكن يحدث مع الصغار في السن؟ يعني الشباب 30 40 50 عشرينات؟ ما في أدلة على ذلك. ممكن، أقدر أقول لك ممكن، جرب، مو خسران شيء، مادة ما فيها ضرر إذا حابت. بس هل تسوي تركيز؟ ما لها شغل في التركيز، كتركيز من كونغو بلوبا لا يحسن التركيز، يحسن الذاكرة فقط، بس التركيز الحالي كونغو بلوبا ما تشتغل على هذا السياق. أبي أستعمل أشواغندا بس ما أدري إذا أنا أحتاجها أو لا، في طريقة أعرف؟ دامك ما تعرف أنك تحتاجها أو لا، لا تأخذه، لا تأخذه. الواحد ما بس يسمع الشيء احتاجه ما احتاجه، لا تاخذه، بس ارجوك اسمع كلامي لا تاخذه. ممكن تعطينا الجواب العلمي؟ لان اقول كذا حق اخوي الدكتور ولا هو مقتنع للاسف. كون اخوك دكتور لا يعني ابدا انه فاهم في ذا الشيء، ابدا لا يعني ذلك. فلازم نقلل من القدسيه الاشخاص عندهم شهادات علميه في جوانب معينه. اثنين، ما في اي دليل علمي واحد ولا دراسه واحده محكمه تبين ان بذور الشيء اذا خذيتها راح تقلل التستوستيرون. هو الصوية اللي شقونا فيه سنوات ان يرفع الاستروجين بالتالي مو زين حق الرجال، ما يرفع الاستروجين ولا اي كلام ولا ادله كثيره على ذلك. بس في ناس الحين عايشين في حقبه الستينات، الى الحين عايشين حقبه الستينات ومتشبعين بهذا الفكره ان الصوية مو زين حق الرجال، ما له شغل ابدا. ما في اي طعام، ما في اي دليل ان في طعام معين بتاكل بقلة التستوستيرون، ما في ادله يا شباب. كون الشخص يدعي الشيء لا يعني هو صحيح، يعني ممكن انا اطلع بسوي ادعاء استخدام الاله الحاسبه يقلل التستوستيرون، بتقول لي لا لا، بقول لك لا مو على كيفك، استخدام الاله الحاسبه يقلل التستوستيرون، يلا ايش بتقول لي انت؟ انا دكتور، يلا ايش بتقول لي؟ ما بتقول لي شيء، لانك ما اعرف. فنفس المنطق ترى، نفس استخدام المنطق قاعد يستخدمونه في كل شيء، نعناع، صويا، بذور الشيا، كلام فاضي يا شباب. ما في اكل بتاخذ قلة التستوستيرون، انسوا انسوا هذا النقطة تماما. تمارين المقاومة تزيل الرغبة الجنسية بشكل كبير صحيح؟ لا 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 ما في علاقة.
هل لو اشتركت في الدورة أقدر أحفظها عندي بحيث أقدر أرجع لها أي وقت؟ طبعا، أكثر من 17,000 شخص في الأكاديمية من كل دول العالم العربي، أفضل وأقوى دورات باللغة العربية في العالم في مجال التغذية الرياضية موجود في الأكاديمية. ما في أي دورات بهذه الطريقة ولا في أي دورات تقدم بهذه السلاسل المعلومات في أي مكان في الوطن العربي، هذه ضمان من عندي. فغير ذلك أكيد بالتأكيد يقدر تحفظ عليها، يقدر تشوفها أي وقت، ترجع لها في أي وقت. يعني إذا تبي شيء في التغذية الرياضية لن تجد أفضل من الأكاديمية العربية للتغذية الرياضية. يصير نقطع في شهر رمضان تمرين ضعوف، تقطع في شهر رمضان شل عذر ذي، شتخ رمضان تقطع التمرين، ترك عنك تمرن بس. اختلف معك بعد تمارين الأرجل، ملاحظة بشكل كبير، ممكن بسبب ضخ الدم، ضخ الدم في المنطقة السفلية ممكن يساعدك في هذا الجانب، ولكن بشكل عام نتكلم، احنا ما نتكلم بعد التمارين مباشرة، لا لا لا، تمارين المقاومة، إذا أنا تمرنت تمارين مقاومة هل بتزيد عندي؟ لا. بعد سجلت ولدي معاي في الكروسفيت ما شاء الله تبارك الله، والحين هو يشجع على التمرين، إذا مالي بارض يعطيني معلومات بعد. كفو والله، والله كفو. شباب ما وحشكم الشيء ذي؟ شوفوا شوفوا نزل العود، اوه نزل، نزل كبيرهم الان ما يجي. اوكي شباب الى هني ونوقف ان شاء الله اسئله اليوم، اتمنى كان فيها اسئله مفيده. اذا كان فيها اسئله مفيده واستفدتوا اعطونا ثامب اب، اشوفكم على خير، سلام عليكم.